بكم لزامي معايا اليوم في فيديو جديدة. اليوم جيت مقدم لكم الوصفة ديال خبز تورتيلا وبيان خبز العربي اللي نقدروا نديروا به شاورما وبيان تاكوس مع حشوة لذيذة. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا كاس ديال الفينو، كاس ديال الفورس، نص كاس ديال الزيت الرومية، كاس ديال الحليب دافي، قبيصة الملحة، معلقة صغيرة ديال السكر و خمارة. أول حاجة غادي نبداو بها بحال ديما هما النواشف. غادي نبداو بالطحين، فوالا، قبيصة الملحة حسب الذوق. معلقة صغيرة ديال السكر، خمارة. دونك غادي نحرك هاد العناصر هادو. نزيدو الزيت، ونبداو نجمعو الحليب بشكل تدريجي، يعني شوية بشوية. ندير ان تو بتي بو دو فارين هنا، غادي نحاول نجمع هنايا مزيان العجينة ديالنا. دونك منين نجمعوها مزيان نحاولو نروليوها بحال هكا، فوالا، نحاولو نقسموها. حاولوا ديروا الكويرات اللي يجيوكم على قد الطيفال ديالكم. فين غادي نطيبوهم؟ خاصنا نطيبوهم على في مقله اللي تكون خفيفه، ماشي في المقله الحرشه، خاص المقله تكون خفيفه. دونك الطيفال المقله ما كتلصقش، حاولوا ديروا في القياس ديال الطيفال ديالكم. دونك فوالا لي في بوغ هادوك جوج كيسان ديال الطحين اللي درنا. فوالا القياس اللي عطاونا بهذا القياس هذا اللي درت، عطاونا خمسة ديال الوحيدات وحده صغيره. دونك غادي نخليهم يرتاحوا واحد نص ساعه ونرجع لكم. دو غوتور لي زامي، دونك بعد ما خليتهم يرتاحوا واحد 40 دقيقه ابوبري غادي نبداو نطلقوهم. دونك اول حاجه غادي نفارينيو لو بلان دو طرافاي، غادي نديرو شويه ديال الطحين في سطح على سطح العمل، فوالا، وغادي نرققوهم مزيان. كل ما رققناه كل ما مزيان، فوالا. نديرو شويه ديال الفورس هنايا بلاك، فوالا، بسم الله، ونحاولو نجيبوها مدوره. ولا لي في كنحاولوا نرققوها شحال ما قدينا نرققوها شحال ما مزيان. دونك انا جو بونس كو هكا سي بارفي. غادي نشعل على الطيفال ديالي تسخن وندوزو باش نطيبوها. شوفوها رقيقه، فوالا يدي كتبان من التحت. دونك فوالا انا رديت الطيفال ديالي تسخن، راه بدات كتسخن. فوالا
دونك ما كنطيبوهاش على عافيه مجهده، ملي على عافيه مهيله كنطيبوها على عافيه تكون متوسطه مويان. هانا الا طيبتوها على عافيه قليله غادي تقصح لكم، ولا طيبتوها على عافيه مجهده غادي تحرق لكم. دونك غادي طيبوها غير على عافيه متوسطه. ملي نشوفها بدات كدير البواوق نقلبوها. صافي بركة عليها، ونغطيوها بالنيدل ضروري. دونك غادي نرجعو نصاوبو لا دوزيام. دونك غادي نصاوبو لا دوزيام بلا ميم مانيير، ندلكوها غير بشويه ونحاولو نجيبوها على شكل دائري. دونك نشوفها كتلصق، نديرو ان بو دو فارين في الدلاف ولا فوق العجينة. غادي نزيد ندلك وحده. بسم الله. العافيه ضروري تكون متوسطه، ما تكونش مجهده وما تكونش قليله. Voilà les amis le résultat. Ha هو خبز التورتيلا ديالنا، تقدروا تشكلوه كيف ما بغيتوا. فوالا كيتقطع ما حتى شي حاجه، دوروه. دونك يلاه معايا نمشيو نوجدوا لا فارس باش نعمروهم. دونك لي في فوالا، بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا دجاج اللي هو مقطع رقيق وطويل، فوالا بحال هكا. بيان سور لا كونتيتي ديما كتبقى على حسب القياس اللي عندكم ديال التورتيلا، وعلى حسب عدد افراد الاسره. البصله مشنفه، الفلفله خضراء، من الاحسن الا كانت عندكم حتى الحمراء ديروها، كتجي زوينه حتى في المنظر، كيجي لداخل فيها لي كولور. انا ما بقاتليش الفلفله الحمراء، دونك اكتفيت بالفلفله الخضراء. في العطريه غادي ندير الملحه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم، ثومه محكوكه، وغادي نزيد القزبور، وتقدروا ديروا المعدنوس وبيان ديروهم بجوج على حسب شنو تيعجبكم. دونك بيان سور ملي غادي نبغيو نعمروهم غادي نحتاجو ايغالمون لا بيشاميل والفرماج الاحمر. نطيبوا لا فارس، درت شويه ديال الزيت في المقله اللي غادي نطيب فيها لا فارس. غادي نزيدو البصله والفلفله، غادي نحركوهم. غادي نخليهم ينزلو شي شويه، واحد 7 حتى 10 دقائق، وعاد نزيد عليهم الدجاج ان شاء الله. ولا لي فين بعد ما نزلات شي شويه غادي نزيد الدجاج. العطريه
الربيع. دونك غادي نقصوا البطاله المهل في خطره باش يتبع لنا الدجاج مزيان، باش يتبع على خاطرو. دونك نقصت مزيان على البوطه، اي غادي نغطي الطنجره ديالنا باش نخليها كطير، ومره مره غادي نحركها. ان شاء الله ندوزو باش نعمروهم. ها هي الحشوه ديالنا من بعد ما طابت. فوالا دونك غادي ناخذ خبز التورتيلا ديالنا، غادي ندهنها بشويه ديال لا بيشاميل اللي وجدت. فوالا دهنت غير لا مواتي ديال الخبز ديال التورتيلا ديالي، وحاولت ندهن مزيان الجنيبات. غادي نديرو لا فارس ديالنا. دونك فوالا كنديرو غير في النص، غادي نديرو فوق منو الفرماج. دونك فوالا عمرت نصها بلا فارس اي لو فرماج، وكندير في الجناب مزيان لو فرماج في الحروفه، باش ملي غادي نديرها في الطيفال الطيب هو اللي غادي يلصق لينا التورتيه الطرف مع الطرف. منين غادي يدوب غادي يلصقو. فوالا ونطوي التورتيلا ديالي. ندوز نعمر اون اوتر. كملو ديرو بنفس الطريقه، غادي ندهنها بلا بيشاميل لا فارس. Et le fromage. On doit. Voilà, donc, أول حاجة غادي ندير غير شي شوية ديال الزبدة في الطيفال ديالي، غير باش تعاوني تعطيني ديك اللون اللي هو دوغي. عندو بتي بو. بركة. نحاولوا نبركوا على الجناب باش ملي يذوب الفرماج يطلع يتلصقوا. فوالا صافي راه تسد. فوالا مبقاش محلول، لصق بلو فخوماج. فوالا فوالا لي فيها هو الشكل النهائي
ديال الخبز التورتيلا ديالنا معمر. فوالا وري لكم دي دو كوتي. غادي نحاول نقسموه انصامبل. دونك نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي التعليق ديالكم، وكنقول لكم صيامكم مقبول وفرجه ممتعه. اي على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.